كيف بنحط طعم قرايدس على سنارة طريقة احترافية ومنخليها للسمكة انها تنغش بوجود السنارة؟ مش موجودة، ما بتكون شايفتها للسنارة ابدا. شو هي الطريقة؟ اول شيء طعم القرايدس بدنا نكون قصينه على قد السنارة تماما بهالشكل. بناخذ تقريبا على تلت حبة القرايدس اول تمريقة، برجع بشكها مرة تانية عند التلت التاني، كمان تمريقة تانية ببرمة وبشكة عن الطرف الأخير بهالشكل. هلأ حشوفيكم كيف صورت مخبية تماما. ضروري هذا السن نطلعه شوي لبرا، هذا السن راس السنارة لازم يطلع لبرا وتكون صورت مخبية كلها سوا بهالشكل. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس يوصلكم كل جديد.